الكابتن ضياء عبد الصمد المدير الفني الكفء لفريق الداخليه. كابتن ضياء، يعني النهارده بنقول لك هارد لك، اعتقد النهارده اداء عالي لفريق الداخليه، لكن ضربه جزاء وانتهى اللقاء 1-0 للمحصن. ضربه جزاء وايه بقى؟ ضربه جزاء وايه؟ خلاص يعني مش عارف اعمل ايه. انا بشكر اللعيبه بصراحه، كويس قوي اللعيبه، ادت كل اللي مطلوب منهم وعملوا اللي عليهم. فرقه الحمد لله مدين اداء عالي ونفذوا كل اللي اتقال بالظبط، لكن خلصت بضربه جزاء. انا شايفها مش صحيحه تماما. الضربه الجزاء دي لو ليا انا متاكد ده مش هتتحسب، هيقول لك عادي ده التحام عادي وتلاحم، فما فيش مشكله، والكره فيها غالب ومغلوب وقوه و و و كلام بيتقال بكل لينا احنا كفرقتنا، وانا حاسس بالكلام دوت من بدري. مش 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 يعني مش بضطهد او انا بلوم على التحكيم، لكن انا حظ وحش مع التحكيم الفتره دي كلها. انزل في ماتش 2-3 كل الاحتكاك عليا بضربه جزاء، احتكاك ليك كره التحام ونسبه مسموح بيها، النسبه المسموح بيها اللي مسموح بيها للفرق اللي بتلعب الداخليه، لكن ليا ده التلاحم وتلاحم، الكره لعبه رجاله وقوه، ولازم يبقى فيه قوه ولازم يبقى فيه ولازم يبقى فيه ولازم يبقى فيه. انا بهني اللعيبه على الاداء. خسرت 3 بونت، لكن انا بحس ان الخساره دي مش يعني مش عايز اقول مش لاقي لها مصطلح اقوله، لكن انا بقول الحمد لله فرقه كويسه وفرقه محترمه. كلامي كله لا علاقه له تماما بفريق المقاصه. فريق المقاصه فريق محترم، فريق المقاصة حافظ، فريق المقاصة فيه لعيبة جديرة انها تنافس على الدوري لو لعبوا بنفس الطريقة اللي لعبوا بيها قدامنا. فرقة جيدة، جهاز فني على اعلى مستوى، بهنيهم النهارده على 3 بونت، ملهمش علاقة تماما بالتحكيم، لكن انا بتكلم على اللي انا اتحسيت بيه وعلى اللي انا شفته. فرقة الداخلية مأدية كويس جدا، فرقة الداخلية عاملة كل حاجة، لينا حاجات كتير جدا بتتحزن، بحس ان اللي ليا ما باخدش حقي فيه كامل، اللي عليا دايركت بيتحسب. دي مش كويسه يعني. فتره التوقف فات الفرقه ولا ضربي؟ لا طبعا انا عندي مشكله كبيره، ان انا عندي للاسف احمد رؤوف التمرينه قبل الاخرانيه يوم الاثنين حس بشد برده، فدي اثرت عليا في حته نص الملعب، لكن انا برده بقول ان ما عنديش لعيب اساسي ولعيب احتياطي ولعيب بره ال 18، لعيبه كلها بتادي بروح عاليه، ادوا النهارده اداء انا شايفه رائع واداء محترم واداء كويس. اسلوب الداخليه اتفرض على المقاصه في فترات كتيره قوي، فترات المباراه لعب مقفول، لكن اللغز اتحل بضربه جزاء. لغز المباراه اتحل بضربه جزاء، يعني ما اقدرش اتكلم. خلاص خلصت المباراه، خلصت فخلاص. هو قادم عند ربنا سبحانه وتعالى، احنا شغالين زي ما احنا شغالين. ارجو بس ان يعني الحق يتوزع. انا نفسي اللي تتحسب عليا هي لما تكون ليا تتحسب لي. مش عايز اكتر من كده.